في إطار دور الجمعيات الأهلية والمجتمعية في تكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجا والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، نجحت جمعية الأورمان بسوهاج في توزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية في اليوم الأول لانطلاق مبادرة فرحهم بحقيبتهم. جاء ذلك لتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذا حماية الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة، وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم. المزيد في تقرير الزميل محمد رفعت. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم طلاب المدارس من خلال توفير حقائب وأدوات مدرسية وتوزيعها عليهم بشكل مجاني، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية ذات جودة عالية. يسعدني ويشرفني حضور هذا الحفل الرائع الخاص بتوزيع 500 شنطة على أطفالنا وأولادنا من الأسر المستهدفة عن طريق وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي بيمثله جمعية الأورمان وهي أحد قلاع التحالف الوطني. حاجة جيدة جدا لما كلنا كده بنشارك في إسعاد 500 أسرة عن طريق إن احنا نمنحهم شنطة فيها المستلزمات المكتبية، كراسات و الأعلام وخلافه. حاجة جيدة جدا ان احنا نقف في ظهر الأسر المستحقة المستهدفة زي ما احنا كلنا بنقول ودايما بنقول المجتمع المدني في ظهر كل تنمية، في ظهر كل أسرة مستحقة عشان نضع خطوة على طريق التنمية. زي ما قلنا وبنقول دايما احنا الحصان الأسود بتاعنا المجتمع المدني. التحالف الوطني للجمعيات والعمل الأهلي هو القلعة الكبيرة اللي احنا كلنا تحت مظلتها. ان شاء الله النهاردة بدء حملة فرحهم بشنطتهم، بداية من بدء العام الدراسي داخل محافظة سوهاج. ان شاء الله النهاردة احنا جمعية والتحالف الوطني بدء توزيع الشنط المدرسيه والمستلزمات المدرسيه للاطفال الاولى بالرعايه داخل نفال احتفالا ببدايه العام الدراسي بتوزيع الشنط المدرسيه والادوات المدرسيه للاطفال داخل المحافظه. النهارده في مهرجان جمعيه الاورمان تحت مظله التحالف الوطني تحت مبادره اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، واللي منها مبادره النهارده فرحهم بشنطتهم. احنا النهارده تم التنسيق مع جمعيه الاورمان لتوزيع مجموعه من الشنط على الاسر الاكثر احتياجا اكثر فقرا من خلال ابحاث اجتماعيه بتقدمها الحاله للجمعيات الفرعيه الموجوده بالمراكز. النهارده احنا بنشوف كل المراكز المحافظه متمثله، بنوزع كميه محترمه من الشنط والهدايا للاطفال، في بعض منهم ايتام وبعض الاسر الاكثر فقرا. التنسيق طبعا تم بعنايه شديده جدا، تم اختيار مجموعه من الجمعيات الاهليه بكل المراكز، والجمعيات بالفعل قامت بعمل ابحاث اجتماعيه للاسر الاكثر احتياجا اكثر فقرا، وكل ده يعني بنخفف عن عاهل الاسره. طبعا احنا داخلين على موسم مدارس وفي مصاريف كتيره بتكلفها الاسره، احنا حابين نساعد لو جزء بسيط من مصروفات الشهريه الاسره، وبندخل فرحه في كل بيوت محافظه سوهاج النهارده. الاحتفاليه تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم كافه اوجه الخدمات والدعم للفئات الاكثر احتياجا والعمل على تحسين مستوى المعيشه وتوفير الحياة الكريمة لهم. أنا متطوعة في جمعية تشكر جمعية الأورمان اللي هي أعطت عيالنا شنط وفرحتنا وفرحت العيال، والعيال كلها جاية مبسوطة الحمد لله، وجوه الشنطة فيها كتب وكراريس وأساتيك وبريات وكل حاجة تلزم المدرسة، والعيال كلها فرحانة وتشكر جمعية الأورمان اللي فرحتنا وفرحت عيالنا. أنا مبسوطة جدا جدا إن جمعية الأورمان جابت لنا شنطة حلوة وفيها كراريس وقلمة ومسطرة. نشكر جمعية الأورمان إن قدمت لنا شنط جابت لنا مساطر وكراريس وجلامه، نشكرهم جدا جدا جدا. إذن الاهتمام بالجانب التعليمي نشاط إنساني خيري يهتم به التحالف الوطني ويضعه ضمن أولوياته في جميع الأنشطة باعتباره جناحا مهم في عمليات التنمية. محمد رفعت، طيبة.